واحد من ضمن رجال مجلس إدارة الزمالك الذي خاض العديد من الحروب والأزمات خلال السنوات الثلاث الماضية منذ أن دخل المجلس وتولى زمام أمور القلعة البيضاء وبات في مرمى النيران، وهو ما يتماشى مع طبيعة الجلوس على مقعد عضوية مجلس إدارة الزمالك. هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي الأبيض والمرشح على منصب العضوية في الانتخابات المقبلة قرر أن يعيد التجربة من جديد، خاصة وأنه أحد المقربين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأحد مصادر الثقة في المجلس المنتهي ولايته، والذي تولى بمفرده العديد من الملفات الهامة والحساسة في الفترة الأخيرة جعلته واحدا من أنشط أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء في السنوات الثلاث الماضية. هاني زادة ليس غريبا على نادي الزمالك، فهو واحد من الذين سبق لهم أن دخلوا مجلس إدارة النادي في أكثر من مناسبة ليكتسب العديد من الخبرات التي أهلته أن يتولى ملف تسوية مستحقات اللاعبين، والتي تراكمت على نادي الزمالك طوال السنوات الماضية ووصلت إلى ملايين الجنيهات وآلاف الدولارات سواء للاعبين مصريين أو أجانب. وكان زادة هو المطلع الأول على تفاصيل هذه الملفات والقضايا التي حاول أن يحل أغلبها دون أي مساس بحقوق الزمالك. كل هذا دفع عضو مجلس النشط أن يكون واحدا من الذين يحظون بثقة جماهير النادي الأبيض وأعضاء الجمعية العمومية، إلا أن الصراع ما زال ساخنا في الانتخابات المقبلة التي يتوقع لها الجميع أن تكون واحدة من أشرس الانتخابات التي تمر على القلعة البيضاء عبر تاريخها. ما هي كواليس عمل مجلس إدارة الزمالك في الفترة الماضية؟ وما تقييمه لما قدمه مجلس مرتضى منصور منذ انتخابه؟ رؤيته للانتخابات المقبلة؟ وكيف تمر على الزمالك بسلام؟ كل هذا يتحدث عنه المهندس هاني زادة مع إبراهيم فايق في الحريف. ميزته انه مش بس كان عضو مجلس اداره خلال الاربع سنين، ولكنه كان دبلوماسي جدا. في كل زيارات نادي الزمالك وكل سفريات نادي الزمالك كانت كل السفارات المصريه والسفارات الاجنبيه بتشيد بدوره وباسهاماته، وفي مشاكل كتير جدا وازمات كتيره كانت حصلت هو كان واحد من ضمن عناصر التهدئه المهمه جدا جدا. حدث ولا حرج عن دور واداء المهندس هاني زاده خلال الفترات اللي فاتت، تحمل اعباء كتيره جدا، تحمل اتهامات كتيره جدا جدا علشان تسير الاعمال وتسير الامور في نادي الزمالك بالشكل اللي الناس شافته. ضيف يضيف حضراتكم النهارده هو المهندس هاني زاده، واللي هيبقى عندنا حوار مهم النهارده وحوار ساخن كالعاده. باشمهندس هاني اهلا وسهلا بيك، وحشني كتير جدا. ابراهيم بشكرك، وبالي كتير ما شفتكش لكنك على طول في البال. على طول في البال. انت عارف انت اخ عزيز ليا، وبقالنا فتره طول التطور العمل الاعلامي بتاعك، وافتكر ان انا قلت لك في احدى القنوات السابقه اللي انت كنت فيها ان انا بتنبأ لك على زي ما انا شفت ولمست منك ان شاء الله بمستوى اعلامي مميز، وده الحقيقه اللي انا مبسوط بيه. نمسك الخشب، ربنا يخليك كده وتكمل دورك الجميل. وبشكركم طبعا على المقدمه الحلوه اللي انت عملتوها، بس يمكن اول مره اخد بالي ان انا عجزت قوي على فكره. لا ما عجزتش ولا حاجه، لسه كام؟ 39 دلوقتي ولا كام؟ يعني داخل على ال 39 وهتم ال 63. ربنا رب يديك طول العمر. ايوه، ما انت حبيبي يا ابراهيم والله. وبشكر طبعا الكاست، وبشكر احمد درويش واحمد حبيبي هواري. وبشكركم كلكم. ربنا يخليك يا رب. وطبعا برضه ببعت تحياتي للاستاذ عمرو مخلوف. كلهم عمرو مخلوف طبعا. صحيح. طيب خلينا نتكلم بقى مع حضرتك في البدايه عن بس علي حسك عشان وداني بقت تعبانه. ماشي، هعلي صوتي لحد ما يوصل عندك وقول لي كده تمام، هنشوف الفوليوم هيبقى عامل ازاي. عايز اتكلم معاك عن فتره كانت صعبه، الاربع سنين دولت ما كانوش سهلين يمكن بالنسبه للمهندس هاني زاده تحديدا. مريت فيهم بظروف اسريه صعبه جدا وعنيفه، ومريت ايضا فيها بتقلبات كمان في نادي الزمالك. ازاي عرفت تكمل طول الفتره ديت بالضغوط دي كلها؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي بيديك اللي هو انك انت تكمل، ربنا بيديك اللي هو في بعض من الاوقات انك انت تنسى. خلي بالك برضو النسيان ولو جزئيا انا بعتبرها نعمه من نعم ربنا، والا هتلاقي نفسك مش هتعرف تعيش.
فربنا سبحانه وتعالى لما بيديك نعم بيديك القوة وبيقول لك ادي الصعبة اهو، ازاي تقدر تقف على حيلك وتعدي المواقف الصعبة وتحتفظ مثلا بحزنك جواك وتكمل العمل العام اللي انت خلاص اخدت، بيقولوا عليه اخدت قرار من زمان يا ابراهيم من 35 سنة انك انت تخش في معمعة العمل العام، يبقى لازم تستحمل. لان في ناس بيبقى قراراتك اللي انت بتاخدها بتأثر فيهم، يعني انا نص الشعب المصري نص زملكاوي، اي مجلس ادارة بيجي النادي الزمالك بيبقى مسؤول مسؤولية كاملة عن اسعاد نص الشعب المصري. فالحقيقة دي اهم حاجة بالنسبة للموضوع اللي هو التقلبات وكله. ليه؟ لانك انت استلمت نادي، انا زي ما انا بقول استلمت نادي ظروفه المالية وحشة جدا، مديون ب 306 مليون جنيه. دي بس يا ابراهيم ديون سيادية كانت الضرائب والتأمينات الاجتماعية والجهات الحكومية عايزاها، زائد موظفين انتوا كلكم عارفين الكلام من ده، موظفين عايزين منك بقالهم سنتين على الاقل ما تدفع لهمش مرتبات او سنه ونص، سواء موظفين او مدربين نشاط رياضي بالذات. ايوه لعيبه بكوم شكاوي في مصر وشكاوي بره مصر، فواتير كهرباء ما بتدفعش، قصص طويله عريضه حسيناها اول ما جينا في المجلس المعين في اكتوبر 13. ايوه لما الوزير طاهر ابو زيد شال مجلس ممدوح عباس وجاب مجلس كان من دكتور كمال درويش، وكنت انا من احد اللي فيه، وكان معايا احمد مرتضى وكان معايا دكتوره شريفه الفار وطارق جبريل ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري، كنا مجموعه يعني. المجموعه دي شافت الديون اللي على الزمالك، احنا شفنا ايام يا ابراهيم ما حدش يتخيلها. قعدنا ست او سبع شهور اللي قعدنا فيها الانتخابات لمجلس للدوره اللي بعد كده اللي هو كان مجلس اللي كسبها مجلس المستشار مرتضى منصور اللي انا كنت فيه. التحدي كان صعب، والحقيقه لازم ادي له حقه من هنا، ان المستشار مرتضى منصور فعلا مع مجلسه عبر نفق مظلم جدا هنتكلم فيه بعد اذنك. وصلنا للنادي الزمالك الجميل اللي هو اللي انت بتشوفه دلوقتي، المفروض انت تيجي تتفرج عليه يا ابراهيم وتشوف التطور، لانك انت بقالك فتره ما جيتش، صحيح هتقدر بالنسبه لك سهل جدا تعرف الفرق ما بين الزمالك اللي كان والزمالك الحالي. وعلى فكره هو ده محور الدعايه بتاعتنا، احنا ما عندناش دعايه في القايمه الا ان احنا عملنا بامفريت جميل الزمالك قبل والزمالك بعد وصور القايمه صورتين بس قبل وبعد قبل وبعد. طيب خليني اسال حضرتك بقى في جزئيه مهمه، انا انت تحديدا حضرتك عندك ملف كامل لمجموعه اللاعبين اللي كان ليهم فلوس عند نادي الزمالك من سنين ماضيه، ده انا هتكلم فيه معاك اذا اذنت لي، بس هخليه في مرحله لاحقه. هتكلم بقى في جزئيه المديونيات تحديدا، عايز اعرف وحضرتك اهو معاك الفرصه على الهواء تقول للناس، لان انا بسمعه انه لا نادي الزمالك مديون على فكره، مديون ب 500 مليون واذا كان في الخزنه في 150 مليون. لا ده مش صحيح، حضرتك دلوقتي بتقول لي انه نادي الزمالك سدد مديونيات كبيره جدا جدا، طب الرقم الصحيح وحضرتك موجود في المسؤوليه؟ انا بقول احنا استلمنا النادي وكان عليه مديونيه حوالي 306 مليون، دي ديون سياديه بس كويس، زائد النشاط الرياضي واللي ما بياخدش، ايوه زائد مستحقات اللعيبه والعقود اياها الشكاوي، زائد وزائد وزائد. انا فاكر ان كان حصل لنا اجتماع مع الانديه، كان المستشار مرتضى رئيس اللجنه وابراهيم بمحلب كان رئيس الوزاره، وهو اجل ابراهيم بمحلب اجل دفع الضرايب لغايه اخر 2017 او نص 2018 كويس. ليه؟ على اساس كان معروف ان في قانون هيجي والقانون ده هيدي لغايه 1/12 اخر انتخابات، ايوه فبعد كده فتره انتقاليه بعديها 6-7 شهور يبتدي الدوله تتكلم، لان في مقترحات يا ابراهيم بتقدم دلوقتي وبتعد في مجلس الشعب بالنسبه للهيئات الرياضيه كلها بدون استثناء. موضوع الضرايب اللي بيتاخد على الانديه موضوع غير منطقي من وجهه نظرنا احنا كناس بتدير الانديه مش بس الزمالك. كويس. ليه؟ احنا مش جهات استثماريه بنعمل مثلا مصنع بيطلع لبس واللبس بيكسب 40% بدفع عليه نص الضرايب.
المنتخبات القوميه كلها، كل المنتخبات القوميه كلها العمود الفقري بتاع مين؟ الزمالك واهلي والانديه الثانيه. كويس. انت بتجيب اللعيب بتصنفره وبتنظفه وبتعمله، واللعيب المميز ايه اللي بيحصل له؟ بيروح رايح المنتخب. صحيح. على فكره المنتخب ما بيكونش عامل حاجه، اللي كان متعاقد مع اللعيب واللي بيصرف عليه طول الفتره النادي. اللعيب بيتعور النادي، اللعيب بيسافر النادي اتسترا. كويس. بيطلع بيلعب باسم مصر وبيحقق بطولات لمصر، مظبوط؟ انا ادفع ضرايب في ايه؟ ايه اللي انا بعمله استثماريا ان انا ادفع عليه ضرايب؟ ايه اللي انا لما باجي ابني منشات بدفع زي غيري في الحديد والاسمنت وكل الكلام اللي انت عارفه ده كله؟ صحيح. فطبعا في مشروع دلوقتي بيعد ان شاء الله، وحيتم الاول المناقشه مع الاعلاميين المحترمين. هيتم الاول المناقشه مع الوزارات المختصه بحيث انه يتم اعفاء الهيئات الرياضيه من الضرائب. طيب الا لما ايه مثلا، عشان برضه ما نبقاش ظالمين، لو مثلا تيجي مثلا بعت واحد كسبان فيه 30 40 مليون جنيه طبيعي ممكن. لكن النشاط العادي، بص يا ابراهيم، اداره الانديه دي بعد 25 سنه بقى في الليله دي، يعني احنا دلوقتي في نادي الزمالك على الاقل في مليون جنيه كل يوم الميسيلينيوس اكسبنسز بتاعتك، المصاريف النثريه اللي انت محتاجها الصبح كاش. مليون؟ ده قال لا ده الايه؟ ده عايز اقول لك حاجه، ده مليون ده عشان ايه؟ مثلا في فرقه طالعه ناشئين، انت عندك 23 لعبه. أيوه. مستويات ناشئين وناشئات قد كده. أيوه. طالعين مثلا عايزين تجيب لهم ميه وهم طالعين او وجبه. في مثلا الحاجات اللي هي الصغيره دي محتاج نسريات دي تي 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 تبقى معاك. اخدت بالك؟ فاداره الانديه الكبيره بالذات مش سهله. انت عارف يا ابراهيم 23 لعبه، انتوا بتبصوا دايما للفريق الاول. أيوة. كوره طايره يد طبع. سله وسكته. لا تعالى بقى السله مثلا، انت عندك يعني انا مثلا الحمد لله في جماعه اعضاء عاملين الحقيقه في منتهى الروعه ومنتهى الجمال ومنتهى الرقي في المناقشه معاك، اللي هم مثلا فرق الناشئات 18 سنه سله او 18 او الفريق الاول سله او الطايره. كويس. انسات. بص انت قاعد مع ناس في منتهى الرقي بيكلموك فاهمين يعني ايه التمرين وفاهمين وايه بقى، بيسافروا مع بناتهم او اولادهم البلاد لما بيروحوا يلعبوا بره القاهره وكلام من ده كله. اللي انا اقصده ايه؟ ان كل الناس دي، كل الفرق دي تحتاج مصاريف. تحتاج. طيب. مصاريف. خليني طيب محتاج اجهزه تدريبيه علشان تعالجهم، عشان تمرنهم، عشان تعالجهم، علشان التوسع العمل دلوقتي في الانديه دي يا ابراهيم. كنا في الاول ايه؟ كوره وسله وخلاص. صحيح. بقى دلوقتي بقى في مجموعه من الالعاب، بس برضو ما وصلتش. مش مجموعه، كتيره جدا. ايوه. ما وصلتش برضو للاجابه، في مديونيات على نادي الزمالك؟ في ما انا هقول لك، بس بشرب الميه. اشرب الميه. بالراحه. وبعدين الجماعه بره قالوا لي على النسكافيه باللبن ما حدش جاب حاجه. المهم. كل مره تيجي تعمل اعلان لازم اجي اصيح لكم. يعني اتفضل. ما انت هنا، انت مش حاطط اسم البرنامج بتاعك. اسم البرنامج بس احنا بنحط فيه ميه. عايز اسالك سؤال. اتفضل. بالمناسبه انتوا ليه بتجيبوا اخبار الاهلي قبل اخبار الزمالك؟ لا مالهاش علاقه، مره كده ومره كده. لا اللي انا بشوفه دايما ده. لا مره كده. انا شايفك انت شايف. ده دلوقتي حتى قلت لاحمد ده النهارده يعني بحكم ان الاهلي لسه مخلص مباراته فبنبتدي. يعني احنا مثلا بعدين خد بالك حتى نتكلم نقول الاهلي والزمالك، زمالك اهلي. لا لا احنا عندنا، لكن انا شايفكم هنا اهلي زمالك، اهلي زمالك، اهلي زمالك. لا وفي زمالك على جنب. ولا مش هنشوف البرنامج تاني. لا في ده وفي ده. طيب نرجع لحكايه المديونيات. اتفضل. فحصل تاجيل من ابراهيم بمحلب للحاجات دي عشان لغايه ما يعد القانون. فانت كده اجلت البلوه السوداء اللي هي 306 مليون. بتجي لك هتبتدي تيجي بقى لجان من الضرايب تعيد صياغه الموضوع. تعيد الاول 306 دول جم ازاي؟ خلي بالك 306 كان شغال عليهم عداد 17% حسب ما الدوله بتقول. ففوائد؟ لا طبعا ده الدوله اللي بتعمله. يعني الدوله كانت بتاخد فوائد على التاخير في سداد الضرايب. وبعدين احنا مش مثلا مصنع زبادي ولا مصنع ما اعرفش ايه عشان بنطلع فلوس تيجي. هتاخدي من مين؟ يعني هتاخدي منين اللي ايه اللي احنا عملناه حاجه استثماريه؟ قوانين الدوله؟ قوانين؟ انت بتطلع مرسى مطروح. مرسى مطروح عندنا مصيه. الاعضاء بيطلعوا، وعلى فكره لازم كل الانديه انت عارف المشروبات والاغذيه والكلام من ده بتبقى باسعار غير الكافيهات اللي كويس. طلع مرسى مطروح اتوبيس من النادي رايح جاي للمصيف واسبوع اقامه ثلاث وجبات. لو انت في اي فندق عادي هتدفع كام في الاسبوع؟ كام؟
انا بسالك تدفع كام في اليوم؟ ما اعرفش بيدفعوا 800 جنيه في اليوم ولا في الاسبوع؟ لا في الاسبوع. في الاسبوع شامل المواصلات والثلاث وجبات وكابينه اللي قاعدين فيها كويس اللي هي كويس. اللي هي فيها تكييف وتلفزيون وانشطه ومولد وحاجه فظيعه. هتيجي تقول لي ما بتعملهاش ب 3 4000 5000 ليه؟ لا ما هو المفروض النادي الاعضاء اللي بيدفعوا العضويات انت لازم تبقى واقف معاهم. انا كمان مش هاجي ايه ان انا ادبحهم. وبعدين هو العائلات معظم العائلات المتوسطه المحترمه ما تنفعش انك انت تطلع مثلا واحد ب 5000 جنيه. فنرجع بقى للقصه بتاعتنا ان هتراجع المفروض الحاجات دي كلها. فموضوع ال 306 دول على جنب عشان اوصلك طيب. ل 150 قعدنا بقى ندفع ايه الحاجات التانيه. خلصنا الحمد لله المستحقات بتاعه المدربين اللي هي كانت متاخره او الاجهزه الفنيه. دلوقتي يوم اول يوم في الشهر او اخر يوم في الشهر بتدفع مرتبات الموظفين. ده انا هقول لك حاجه محدش يعرفها. احنا سلمنا النادي يوم الخميس اللي فات للهيئه القضائيه المحترمه. الخميس اللي فات كان كام في الشهر؟ احنا انتخاباتنا 23 يعني 16. يوم الاربع اللي هو يوم 15 اخر قرار كان لمجلس الاداره المستشار مرتضى منصور عمله دفع مرتبات الموظفين اللي هي في 30/11. كويس. طيب خليني بقى اسال حضرتك ليه المهندس هاني زاده ما بيردش على الاتهامات الكتيره؟ موضوع الحساب اللي اتفتح باسمه عشان يتحول عليه فلوس نادي الزمالك. تقصد الاتهام بتاع الحسابات مش الاتهامات بتاعت الحسابات؟ ماشي. ليه بقى حضرتك ما بتردش على الكلام ده؟ لا يا ابراهيم مين قال ان انا ما ردتش عليه؟ طيب انا ما سمعتوش عايز اسمع من حضرتك. انت عايز تسمع اتفضل. بس خلي بالك انا رديت عليه. بس في ناس مهما انت بترد بيدوا ودن من تين ودن من عجل. انا اتبسط ان انا ارد عليه عندك في البرنامج بتاعك. ليه؟ انت ليك نسبه مشاهده ممتازه محترمه من خلال الدي ام سي. موضوع بمنتهى البساطه وزي ما انا بقوله وقلته قبل كده انا بقوله باسلوب حقيقي وفي نفس الوقت اسلوب بسيط عشان كل الناس تفهم تبقى فاهمه. استاذ ابراهيم فايق معلش بعد اذنك يعني ما تزعلش يعني فضل. جاء واحد كده بينك وما بينه عداوه حجز عليك في البنك. كويس. انت عندك مثلا ما شاء الله اعتقد دلوقتي بتاع 20 مليون او حاجه زي كده. 80 حجز عليك. 80 مليون انا معايا 80 مليون. معلش بس عشان انت عارف الواحد يقول لك اما في نعمه اما بنعمه ربنا يعني انا حدث. شايف الثلاث عربيات بتوعك اللي واقفين بره صحيح يعني. ماشي. فحجز عليك في البنك. بعد الشهر طبعا. ماشي. تمام. وجا هاني زاده ده حبيبك. ايوه. قاعد في السعوديه وربيه ومبشبشه معاه. عايز يبعت لك 5000 دولار لابنك الصغير. هديه. انت محجوز عليك. لو انا بعتهم لك هيحصل ايه؟ مش هتاخد عليك حاجة. مش هاخد منهم حاجه. بالظبط كده. مراتك حبيبتك اللي مهنناك وبتاكلك وبتشربك زي الفل. انت ومراتك زي الفل طبعا انا عارف. تقول لها طيب يا فلانه 5000 دولار هيجوا باسمك. يا عم هاني ابعتهم باسم مراتي. واثق في المدام واثق فيها 100%. رحت انا رحت بعتهم باسم مين؟ المدام. وصلوا المدام عملت ايه؟ خدتهم اديتهم لسعادتك. وصلت. انا دي بديك بس مثل بسيط قوي. ايه اللي حصل بقى عندنا؟ بالظبط زي القصه دي. اللي حصل ان احنا جينا بمصطفى فتحي وغرامه محمد عبد الشافي بقولها لك. مصطفى فتحي اعاره. وغرامة محمد عبد الشافي الحكم بتاع محمد عبد الشافي انا جايبه بجو مع استاذ نصر عزام. ويمكن الثلاثي تعب اللي هو مستشار مرتضى ونصر وانا دي كان بيبقى فيه مذكرات بتتكتب وحاجات. احنا جبنا الحكم من المحكمه الرياضيه الدوليه في 4 شهور. كويس. ده رقم قياسي. كويس. 1,300,000 اللي هو الدفعه الثانيه الاهلي جده ما كانش عايز يدفعها او كان بيراوغ في دفعها يعني. وفي الدفعه بتاعت كهرباء. المقصود انه اللي فتح الحساب فعملنا ايه يا ابراهيم؟ قعدنا مجلس اداره مستشار مرتضى احمد جلال مع احتفاظي والارقام الالقاب كلها واحترامي لها واحمد مرتضى وهاني زاده والدكتور حازم ياسين المجموعه كلها. وكان وقتها مصطفى سيف العماري موجود ما كانش يستاهل مصطفى. شريف منير حسن. وشريف منير حسن والحبه برجل. ف ايه اللي حصل؟ خلاص مستشار مرتضى استقر على قال نجيب الحاجه دي باسم مين؟ حمال الاسيه هاني زاده. ليه وافقت؟ ليه وافقت؟ ما الترابيزه مليانه ناس. انا ليه وافقت؟
اعتبر بقى ايه اختصارا يعني انا اللي تصديت ليها خلاص، قال لي وانا تصديت ليها، مش هقول بقى ده فلان وافق وده اعترض وده ما وافقش. يمكن مش كل الناس بيبقى قلبها جامد برضه، لازم بص يا ابراهيم، لازم كل واحد ربنا بيديله تالنت معينه. خلاص اللي حصل ان انا وافقت، وافقت احمد جلال ابراهيم بصفته كمفوض دايما في الحاجات دي، كتب الجواب نادي اهلي جده، لو سمحتوا نادي اهلي جده ابعتوا الفلوس مليون و300 الف دولار فور اكزامبل يعني، اللي هي قيمه مثلا مستحقات كهرباء مثلا، باسم هاني محمد سعيد زاده، مصرف انا بقول لك اسمه اهو، مصرف المتحد، فرع المهندسين، سويفت نمبر سو، اكونت نمبر سو. اوكي تمام، وانا معايا الورقه طبعا. عظيم. بعتناها للنادي، النادي لسه بعديها باسبوع مثلا بعت لنا الايه؟ الفلوس. الفلوس. البنك اتصل، يا مستر هاني الفلوس وصلت، بس لو سمحت دي اول مره بقى عايزين نعرف الفلوس دي بتاعت ايه؟ ده قانون بلد على فكره. قانون بلد. ما يجي لك مبالغ كبيره هيسالوك، لان احنا عندنا ظروف في مصر ما تضمنش ايه اللي يحصل، ما ممكن واحد ياخد مبالغ ينزل يجيب بيها شويه قنابل وبتاع وينزل يفرقع. عظيم. صح؟ انت خدنا له في مليون وشويه دولار، ده في تحويل، هو تحويل دخلوا 4 مليون اعتقد كلهم على بعض. ماشي. ف خدنا لهم طبعا الورق انا والمدير المالي استاذ الشهاوي واستاذ محمد بدر، وكان معانا محمد ابو طالب اللي هو رئيس الخزنه، كل دول موظفين في النادي، موظفين عندهم خبره وفاهمين بيعملوا ايه. كويس. مش موظفين يعني مثلا، خلي بالك اصلا مش محدش مجلس اداره مثلا يا محمد يا بدر هات لي دلوقتي 3000 جنيه، لا ده كان ايام ستي وست بقى والعالم ايام زمان، ده ما ينفعش الكلام ده. رحنا خدنا عقد اللعيب، عقد الاعاره الثلاثي، الجواب اللي رايح للنادي، كل البيانات ادي يا جماعه، وطلعتوا بيها على البنك. على البنك. كويس. ادي يا جماعه الفايل. وطبعا البنك عارف ان احنا محجوز علينا، احنا محجوز علينا عنده. استاذ ممدوح عباس عامل حجوزات ما شاء الله يعني ما خلصتش. فالبنك خلاص نسخه من الاول، هي اول حاجه هي اللي بتبقى صعبه. نسخه من الملف ده يا ابراهيم راح رايح طبعا للبنك المركزي. ليه؟ اللي يمكن بعض الناس عارفاه وبعض الناس مش عارفاه، احنا دوله بنسميها دوله عميقه. عميقه يعني ايه؟ يعني فيها اجهزه رقابيه بتحافظ علينا، بتحافظ على كل المصريين. كويس. في مخابرات عامه وفي مخابرات رئيس الجمهوريه وفي امن قومي وفي 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 وفي. فاللي بيحصل ايه؟ مبلغ زي ده لما يجي بيرن وبيسمع في كل حته. كويس. البنك المركزي إيه بالرقابه يعني؟ بنيابه الاموال العامه كله 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 كله. بص اوعى تفتكر ان دول نايمين ولا مش دريانين، الحقوا فيه مبلغ مليون إيه؟ وشويه وبيتابعوا. كويس. لو في حاجه غلط هيخبط لك على الباب، ايه الحكايه؟ كويس. وبعدين احنا موجودين يعني، لما تيجي تسال فين نادي الزمالك؟ اهو نادي الزمالك اهو. فين اللي اسمه هاني زيد؟ اهو موجود اهو. فين اللي اسمه مش عارف فلان؟ موجودين. فرحتوا وقلت للناس، فرحت انا البنك المركزي، قعدت مع لجنه فنيه محترمه تبع المكتب الفني، وانا بحلف لو حلفت بيها مره، قالوا لي احنا عارفين مين هو هاني زيد، وعارفين السمعه بتاعتك، وعارفين ظروف النادي، كملوا. تمام، كملوا خلاص. اخدتوا كده الاسم؟ اخدنا بقى، اخدنا الاسم. رجعنا اتفك الهولد اول مره، المشكله دايما تبقى في اول مره فك، بيتفك الهولد على المبلغ وبنبتدي على طول تسليم. استلمنا المبلغ يا ابراهيم يعني مليون و300 الف دولار. النادي خدهم مليون و300 الف دولار. كويس. ما خدهمش بقى ورحنا عملنا بيها غسيل وغسلنا الفلوس دي بالرابسو ورحنا اشترينا بيها حاجات وعملنا ودايع. انا بقول لك اهو، استاذ وليد مدير البنك، وليد صلاح قايل له ان انا هجيب سيرته النهارده. فلوس ما كانتش بتقعد في الحساب يوم يعني، مليون و300 تاخدهم مثلا على ثلاث مرات، لان ما فيش بنك هيديك مليون و300 الف دولار وانت واقف يعني، بس 750 الف دولار، 250 الف دولار، 300 الف. كويس. باخدهم ازاي بقى؟ زي افلام المغامرات كده، بجيب العربيه جنب البنك، والله العظيم ورحمه ابني زي ما بقول لك، مسؤوليه سودة طبعا. فكرتني اقول لك حتى على رحله السفر ايه اللي حصل فيها. انا فاكر ودايما بقولها دايما، تحط العربيه في وش البنك عشان تاخد، تحطه وخش على طول. محمد ابو طالب كان جايب شنطه انتيكه كده بتاعت خضار. محمد اللي هو رئيس الخزنه، هتحط فيها 750 الف دولار عشان ما يبانش يعني ان الشنطه انت بتقول على الهواء. شنطه ايه انت بتقول على الهواء؟
هوا ايه؟ انت بتقول على الهوا انك بتعب تجيب شنطه خضار تحط فيها 750,000 دولار. هو اللي جاب مش انا اللي جبت. ماشي خليني بس وانا كمان هجيب شنطه. خليني بقول لك انه لو ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمك ويوفقك اذا كنت بليك النجاح ما تبقاش تعمل الحركه دي تاني او احضنها احسن. ما انا هحكي لك على الاتحاد الافريقي دلوقتي. حضنها كده ومعايا ورا اخويا وحبيبي كابتن لطفي دعبس. لطفي ده من انا مش عارف مفيش استربات على الهوا ليه يا جماعه؟ مفيش ايه؟ انا مش عارف اتفضل. لا والله قلت لهم بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم ايه؟ لا ده حاجه. طب افهم بس عشان ما بقاش انا عامل كده. هحاول لحضرتك في الفصل يعني. هحاول لحضرتك في الفصل. وكابتن لطفي ده بس عشره العمر معايا ما شاء الله يعني من الابطال الملاكمه الحلوين معايا واحد هوب وعلى نادي الزمالك. الربع ساعه دي بتعدي عليا زي الظهر لغايه ما اوصل النادي بتخاف. اول ما بوصل بتتوصل باخد جواب رسمي من احمد جلال. هو برضه مستشار احمد جلال. تسلم نادي الزمالك مبلغ 1,300,000 دولار وهو الذي وصل من اتحاد جده مثلا بكذا نفس المليون و300 الف دولار. بقى حد بيحول دولارات ولا حد بيحول ايه بقى موضوع فرق العمله اللي اقسم بالله لا ومن غير ما اقعد احلف الفلوس دي راحت رايحه الاداره الماليه زي ما هي كده وخدي الامر بالنسبه لي خلصت انا كده خلصت. لو حد يقول في يوم من وبعدين ده انا قايل لك اسم انا بقول اهو اسم البنك واسمه مدير البنك ماشي. اطلع وانا راج اكشف سريه الحساب بتاعي يا عم وليد وقول لهم لو انا بقول له اهو من هنا لا اكشف سريه الحساب ولو انا غيرت دولار واحد انا او غيري يعني من لان المسؤوليه تضامنيه مش مسؤوليه تانية بزياده بس حاسبني. انا اعتقد ان بالقصه دي يتعمل لمجلس الاداره تمثال ويتعمل لهاني زاده تمثالين. هل بتحس انه فوق ال 100 مليون جنيه؟ 100 مليون جنيه؟ فوق ال 100 مليون جنيه طبعا تيجي تحسبهم يعني في نفس الحساب ده مدخل فوق ال 100 مليون جنيه. شوف ال 100 مليون انت عملت بيهم ايه؟ عملت بيهم ايه؟ جبت لعيبه، عملت منشآت، عملت بتاع. لو احنا ما عملناش الحركه دي ايه اللي هيحصل؟ مش هتعرف تجيب حاجه. على فكره اتقدمت شكوى في المديريه والمديريه ردت عليها رسمي. الكلام ده من شهور انا ما اعرفش اللي فتحه حتى بعد كده الانتخابات اللي فتحته وقالت ان ما حدث كان قانونيا وان هو ده يسمى في قانون هم المديريه قالت كده نوع من انواع المناوله القانونيه. يا زي ما انا شرحت لك وضربت لك المثل لو احنا جبنا فلوس تيجي اسم المدارس قول لي بقى انا كسبت ايه من الكلام ده؟ وجع قلب ودوشه ايوه واللي ما يعرفش يقول عدس. ليه؟ انت فاهم الوسط الرياضي فاهم انتوا عارفين مين هو هاني مين هو مرتضى مين هو احمد جلال احمد مرتضى حازم ياسين عارفيننا كويس قوي وعارفين ان احنا ايدينا نظيفه وكل شيء. اتقال عليا ان انا رحت امريكا الجنوبيه واخدت معايا 4 مليون دولار في الشنطه كده وخرجت بيهم مع ان المفروض انت ما تقدرش تخرج الا ب 10,000 دولار والاجهزه دلوقتي بتشوفك مش لما تخبيها في اي مصيبه في الاجهزه هتشوف. اللعيب بتاع امبي بتاع هندوراس ده 70,000 واللعيب اللي احنا كان في وكيل ايجنت باين كان ماشي معاه 70,000 دولار واتحجز. واللعيب بتاع برافو عليك اخدت 4 مليون دولار ورحت امريكا الجنوبيه ارجنتين. ففي نفس اليوم اللي اتقال عليا هذا الكلام كان في ميعاد مع الاستاذ الفاضل علاء بيه ثابت رئيس تحرير الاهرام مع المستشار مرتضى منصور والعبد لله ونزل صورنا في الاهرام في اليوم اللي انا كنت فيه في امريكا الجنوبيه. امريكا الجنوبيه. طيب خلينا نتكلم مع يعني ما يجي لك حاجه بسيطه قوي يا ابراهيم لما مثلا مدير ابني او مع احمد مثلا في الجامعه بتاعه يقول له ايه ابوك فلسع ومعاه 4 مليون دولار. نقطة الواد والله لو فلسعنا ومعانا 4 مليون دولار يا احمد هنعمل حاجه جامده ونعمل نادي بره ونغير. فقال عن حاجه انك تخش على الذمه الماليه والاعراض. لو دخلت على الذمه الماليه لحد سيبك من حاجه ان الدنيا بتلف زي ما بيقولوا وربنا دايما بيجيب لك حقك لغايه عندك واللي بيقول هذا الكلام ربنا دايما ما بيسيبوش. بنسبه قد ايه؟ انا النهارده الناس فاهمه الموضوع ده وكتير قوي بقوا يشكروني في الليله دي. طب بنسبه قد ايه نجاحك في الانتخابات الجايه؟ لا شوف انا اتعودت في الانتخابات ان ما فيش حاجه اسمها ثقه في نجاح. تقولوا لي انا مرشح انتخابات انا اتعودت على كده. اللي ما يقلقش في الانتخابات بعتبر ده شيء مش صحي. ليه؟ لازم في كل وقت في الانتخابات تشتغل لان انت عندك قطاع كبير جدا. يعني بتخيل المره دي يا ابراهيم هيجي مش اقل من 40,000 عضوي. يعني احنا اكتر حاجه كان 16,000 وبنقع من التعب. انت عندك المره دي يومين. المفروض باب الفرز يتقفل الساعه كام؟
شوف انت بتبتدي من 9 ل 10 لكن لو في ناس جوه الخيمه بعد الساعه 10 هيفضلوا الساعه 10 بالليل لو افرض في ناس دخلوا الساعه 9 ونص و10 الا ربع حقه بس قاعد جوه والساعه 10 جت تفضل العمليه مستمره لغايه ما هو يدي بصوته ويمشي بس الحقيقه الخيمه اللي موجوده على احدث مستوى مش بقى اللي هي بتاعت الصوان والافراح وكده لا شفتها شفت صور يعني باب الفرز احنا بنتكلم من الساعه 10 لا باب سوري الاقتراع من يوم الخميس من 9 ل 10 ويوم الجمعه من 9 ل 10 ويوم الجمعه بالليل يبتدي بقى يشوفوا الاصوات وخلصوا على الساعه كام كده؟ لا ولا انا بتخيل هتقعد 30 ساعه 15 ساعه و15 ساعه اتخيل ان مش هيبقى فيه نوم يعني الفرز ياخد قد ايه وقت؟ فرز الاصوات على حسب بقى اللجنه بس الحقيقه امبارح اعتقد تم زياده القضاه الساده القضاه المحترمين من 100 ل 150 قاضي قاضي وكل صندوق لان هم 150 صندوق هيبقى عليه قاضي طب ده حاجه عظيمه لا بقول لك ايه بطريقه شوف اشرس واشرس انتخابات تبقى الزمالك وانظف او انزه انتخابات تبقى الزمالك برضه طيب خلونا نروح لفاصل وبعد الفاصل هسال المهندس هاني زاده هتسالني تاني هو احنا ليه ورانا انا ما سالتكش لا واحنا ورانا حاجه غير الاسئله هسال المهندس هاني زاده في جزئيه مهمه جدا متعلقه باختياراته ايه ايه اللي هو عايزه بالنسبه لمجلس الاداره ورده ايه على ما قدم انه كان عشوائي الانشاءات اللي اتعملت في نادي الزمالك كانت عشوائيه وليس لها خطه مدروسه هنسال في اسئله كتير جدا جدا هنتكلم فيها ولكن بعد الفاصل خليكم معانا طيب خلينا نسال حضرتك ما ينظر الى ما قدم في مجلس الاداره من انشاءات على انها انشاءات عشوائيه ملهاش خطه هل انتوا فعلا كنتوا بتعملوا حمامات سباحه وانتوا ما عندكمش خطه ليها بتعملوا مسجد وانتوا ما عندكمش خطه ليها حمامات سباحه كتير جدا في النادي بدون اي داعي العزل بتاعها غير سليم يعني الحقيقه كلام سوري يعني ما مش كلامك انت انا بتكلم على السؤال يعني أي. مستحيل انك انت هتعمل حاجه بدون خطه لانك انت ما بتعملش حاجه في فيلا مساحتها 100 متر في 50 متر مثلا فبسيط قوي انك انت تصلحها انت بتعمل حاجه بتتعمل للتاريخ يعني انا وجهه نظري نادي الزمالك لم يتطور ولكن نادي الزمالك تم بناؤه فلما تيجي تعمل مثلا جامع كبير اكبر جامع في المنطقه طيب هل تتخيل ان الجامع الكبير جزء رجاله وجزء ستات ودورات المياه والفرش بتاعه والمراوح والتكييفات والمدانه اللي هي ما شاء الله قد كده هتتعمل بدون تخطيط مش هيبقى فيها ناس بيشوفوها وناس بيشوفوا العزل وناس بيشوفوا الـ 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 الاسمنت وناس بيشوفوا الى اخره طبعا مش معقول يعني وبعدين ما شاء الله يعني انت امكانياتنا احنا كنادي الزمالك امكانيات كبيره انت بتجيب 500 الف واحد يراعي ويشوف ويعمل كنترول على الحاجه سهله جدا وبعدين ما تنساش برضو ان بيجي لك جهات بتشوف يعني انت المبنى الاجتماعي كبير 3 ادوار ده لازم له محول كهرباء كبير له عشان تاخد المحول الكهرباء بتاخد حاجه تسمى شهاده مطابقه اعمال من الحي كويس تمام عشان تاخد شهاده مطابقه من الحي يجي لك كل مهندسين الحي يشوف مطابق للرسومات والهندسه والانشائيه واللي 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 فطبعا ده والا ما حدش كان غلب لسه ما نورتوش انتوا بتنوروه على محول تاني لا يعني دلوقتي خلاص المحول ركب محول ركب بتفتح كله كله بينور الجامع انت لو تاخد بالك وانت ماشي من على المحور المدانه منوره طول الليل بتلاقي ان الانوار بتاعه الملاعب معظم الوقت بتبقى منوره على فكره احنا ما بنمشيش الاعضاء ما عندناش حاجه الساعه 11 و12 اعضاء قاعدين لغايه اخر عدو بالسلامه يقفل يقعد يعني سايب لهم النادي في تمتع في تمتع كامل نرجع بقى للقصه اللي انت بتقولها او اللي انت بتتساءل فيها يعني. العزل ده شيء اساسي في كل شيء وبالذات عند حمامات السباحه اي واحد يعمل حمام صغير قد كده في الفيلا بتاعته ابراهيم اول حاجه بيعملها قبل ما يبلطه بيعمل ايه بيعزل ده الف به والا الميه هتخش وتتعمل كله ده معزول هنيجي نقول انتوا عملتوا حمامات كتير من ضمن السؤال صح احنا افتكرنا في الاول كده
كترنا الحمامات. عارف يا ابراهيم مفيش حمام عليه كرسي فاضي، مفيش حمام عليه كرسي فاضي. ليه؟ انت في بلد 10 اشهر في السنه حر، 10 اشهر في السنه حر. قطاع السباحه والعاب المياه في نادي الزمالك اكتر عدد في المدارس احنا النهارده واقفين الاشتراك فيها نسبه لايه؟ لان كل نسبه كبيره جدا من الاعضاء مدخله اولادها في السباحه. السباحه ومرفقاتها بقى العاب المياه كلها يعني بتدخل دخل للنادي 10 على 10. اللي انت من الدخل ده بقى بتقدر تصرف على ايه؟ على الصيانه بتاعتها، على مدربينها وعلى حاجتها. انا رحت اتفرجت الحقيقه كذا مره وبتمشى في النادي مع المستشار مرتضى كتير، بشوف الاعضاء قاعدين لان في حاجه مهمه جدا احنا عملناها في حمامات السباحه. كانت الاول بتتدفى ازاي؟ اسال ياسر ادريس ايام 2001 و2005 بالجاز. تجيب مولد بالجاز علشان يعمل تدفئه ساعتين مثلا، الساعتين دي اللي هم بيتمرنوا فيها كويس. بقيه الايام انت مش هتقعد بقى المولد شغال على طول دو 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 لا، بيروحوا حمامات التربيه والتعليم الاعضاء، الساده الاعضاء المحترمين سامعيني يعني، علشان يتمرنوا بره. ما فيش كلام فاضي ده دلوقتي. ليه؟ دخلت الغاز الطبيعي، كل الحمامات دي فيها غاز طبيعي بيجيك تدفئه 24 ساعه. بقول لك ايه يا ريس، شغل على اعلى مستوى، 7 نجوم، شغل ناس معلمين. طيب سيبك بقى من الكلام ايه اللي ملوش لازمه. طيب خليني اسال حضرتك بقى في الملف اللي انت كنت ماسكه، ملف اللعيبه ومستحقاتها اجوجو وريكاردو. يمكن ده الملف اللي كان موكل اليك واللي كنت بسببه يمكن بتسافر كتير جدا لسويسرا المحكمه الرياضيه. نجحت فيه بنسبه قد ايه من وجهه نظرك؟ عارف يا ابراهيم، انا بقالي فتره دلوقتي بقول ده مش ملف، ده كابوس. كابوس. والله يا ابراهيم لما كانت الملف بتاع اجوجو وريكاردو راح لجنه الانضباط في 2 نوفمبر اللي فات، كنت لما اجي اصحى بعد 2 نوفمبر وابص الاقي مثلا التليفون فيه 6 7 صحفيين اتصلوا بيا، بصحى متاخر اقول حصلت مصيبه فيه، حصل قرار وانا نايم. فده انا بسميه كابوس. احنا بالظبط يا ابراهيم عشان ما اعطلكش 18 لعيب كان مقدمين شكاوي فيك، 4 اجانب 4 مصريين و14 اجنبي. 4 مصريين الكباتن حبايبي عبد الواحد السيد، احمد سمير، محمود فتح الله، حسين ياسر محمدي. بس الثلاثه الاوائل المصريين الاوائل بقى دول اللي هو عبد الواحد وسمير وفتح الله، دول قدموا شكاوي فين؟ في الاتحاد المصري كرة القدم. كويس. اخونا ياسر محمدي الحمد لله هو سمع خلصته بالكامل، راح رايح على طول على الاتحاد الدولي والمحكمه الرياضيه الدوليه، و14 لعيب اجنبي. اديك مثل، عايز تعرف مثلا اديك شويه امثله منهم ولا تحب ايه؟ يا ريت. ريكاردو ده كل يمكن فاكر ده اللي هو جمال حمزه ضربه مره بالقلم في الملعب. التاني ده اللي هو بقى المهزله الجامده اللي اسمه كريم الحسن. ايوه كريم الحسن لعب 10 دقايق في اتلتيكو مدريد، صح؟ كان سبب دخل جون فينا ودخل جون بطريقه. كريم الحسن اترفع عليه 3 قضايا على نادي الزمالك. كريم بصفته الاتحاد الغاني لانه الاندر ايج تحت سن ال 21، والوكيل بتاعه اسمه ياوا، كان في انجلترا. ياوا ده الوكيل بتاعه. ياوا ده اتحكم له ب 132,000. فضلت انا ونصر عزام، الحقيقه نصر عزام عامل مجهود خرافي في الحاجات دي. عامل مجهود خرافي يعني. يا رب يبقى سامعني لان هو مأمور مني دلوقتي. فعلى الله يكون بيشوف البرنامج، هو في سويسرا حاليا او في اسبانيا. بس هي طبعا نادي الزمالك خلى نصر زي ما بقول بشبشت معاه وبقى حاجه ايه دلوقتي ماسك النادي المصري والاسماعيلي والاتحاد. حلقتك دي مخليها ناس كتير مقموصه. حلقتك دي مخليها ناس كتير مقموصه. ليه؟ مين؟ قول لي، جات لك رساله؟ لا لسه ما جاتليش رسائل، بس اكيد يعني ما انت برديت على حاجات كتير. بس انا هل انا تجاوزت في حق حد؟ هل انا تجاوزت لا في حق؟ لا خالص انا ما ذكرتش حد. انا بتكلم على حاجات في النادي. فالمهم فضل من القصه دي عشان ما ادوشكش. 4 لعيبة أجوجو وريكاردو، كريم الحسن، وأبو دفيرة ده أليكس مندوم. دول اللي فاضلين. خلصنا 14. دول اللي فاضلين عارف بكام؟ 50 مليون جنيه.
طيب خليني بقى اروح. نزلت كام انا؟ انا منزل في 2 لعيبة بس. 2 لعيبة بس. بدي على سبيل المثال نزلت في اجوجو 1 مليون يورو، يعني بتتكلم في 22 مليون جنيه. ونزلت في لعيب اسمه رزاق 1.5 مليون بالاشتراك طبعا مع نصر وكريسبو ومستر مرتضى، اللي هما دول اللي اشتغلوا في الليله دي، ما حدش اشتغل غيرهم. ونزلت في رزاق حوالي 1.5 مليون، يعني حوالي 28 مليون دولار مع ال 22 مليون. 2 لعيبة بس منزل لنادي الزمالك 50 مليون جنيه. ده رقم عظيم جدا. اخر سؤال عندي قبل ما اروح لاسئله السبوره. ليه المهندس هاني زاده بعد 25 سنه مجهود في العمل التطوعي والعمل العام ما ترشحش المره دي مثلا على منصب النائب؟ ما ترشحتش على منصب النائب. سؤال حلو، انا كنت متاكد انك انت هتساله لي لان انا حافظك. انا من الناس اللي بقول البني ادم اللي بيعمل الكرسي مش الكرسي اللي بيعملني. انا كنت رئيس منطقه الجيزه في وقت كنت انا، والعياذ بالله كلمه انا، اقدم من بعض اعضاء مجلس اتحاد الكوره. طيب تمام. بس انا كنت بحب المنطقه ليه؟ جنب بيتي جنب الزمالك. هقدر افيد نادي الزمالك، ونادي الزمالك دايما بيبقى في ظهري فبيقويني انا كمان. يعني انا جالي كذا مره ابراهيم والله ان انا اترشح في اتحاد الكوره ايام الكابتن سمير زاهر. كويس. ومع سمير زاهر انا كنت كسبان. بس ما كنتش هعرف ادي. الزمالك بكل الـ انا بحب قوي المشاكل اللي فيه اللي احنا بنحلها، بجد لذه او مزاج ان ايه، عندك تشالنج، عندك تحدي تخش فيه وتخلصه. جيزه انا مسكتها كانت 46 نادي لما كان 6 اكتوبر معانا. الحقيقه عملت منطقه جيزه كويسه قوي قوي، يعني لغايه دلوقتي بيقولوا منطقه جيزه ايام هاني زاده بتفرق. قول لي ما ترشحتش ليه على منصب النائب بعد 25 سنه؟ طيب يا زكي. فانا بالنسبه لي بالنسبه لي تلعبنيش. لا لا استني للاجابه. الكرة دي لونها احمر حلو. يا اخي حتى الكرة جايبينها حمرا مش جايبينها بيضاء. لا ده الديزاين. فانا عايز اقول لك بني ادم والله يا ابراهيم والله العظيم هو اللي بيعمل الكرسي، كرسي ما بيعملوش. لما تقول هاني زاده الناس ما تقولش عضو مجلس اداره، ولا بتقول لك هاني زاده الزملكاوي. يلا بينا. يلا بينا. بس ايه رايك في الاجابه؟ لا يعني بص يلا قول لي الاسئله. هقول لك نبتدي بالمرحله الاولانيه. نعم ولا ملف مستحقات اللاعبين الاجانب كانت الازمه الاكبر التي واجهت مجلس الزمالك الحالي، نعم ام لا؟ نعم. اللي بعده، كان من حق الترشح على منصب نائب الرئيس في قائمه مرتضى منصور، نعم ولا ام لا؟ ولا في بالي. ولا في بالك، يبقى لا. اللي بعده، وافقت على انشاء الحساب البنكي باسمي بسبب رفض كل اعضاء المجلس تحمل المسؤوليه. مش عايز اقول كلمه رفض. نقول تخوف. تخوف، يبقى نعم. اللي بعده، طلبت من اسماعيل يوسف الترشح في انتخابات الزمالك بناء على مكالمه تليفونيه من المستشار مرتضى منصور. فعلا. اللي بعده، اقول لك حاجه، هو كان في 2 كابتن فاروق جعفر، واول مره بقولها اهو. كابتن فاروق جعفر زميلك هنا. والكابتن اسماعيل يوسف. وفي الاخر الاثنين قعدوا، في الاخر كان كابتن اسماعيل يوسف. قائمة مرتضى منصور تعتمد على العضويات الجديدة لترجيح كفتها في انتخابات الزمالك، نعم أم لا؟ قائمة مرتضى منصور تعتمد على ما فعلته. ما يعني المجلس، ما قدمه لنادي الزمالك، ما قدمه لنادي الزمالك. ماشي. اللي بعده، لن تنجح قائمة بالكامل في انتخابات الزمالك. هو احنا فاضلنا واحد. لن تنجح قائمة. ايوه يعني القائمة بتاعتنا هتنجح. بس هيبقى في واحد يجي من بره. ماشي. عايز مين الاسم اللي ينضم لكم؟ ابراهيم فايق. ابراهيم فايق ما هوش عضو جماعة عمومية. اللي بعده، الكل يخشى منافسة قائمة مرتضى منصور في انتخابات الزمالك. طبعا. نعم. نعم. لا اعترض على اي قرار يتخذه مرتضى منصور في مجلس الادارة. يعني ايه لازمة السؤال؟ لا جاوبني، ما هو ده بقى هيجاوبني. هيقولوا عليا ان انا الراجل بتاع مرتضى منصور. هيقولوا يا اما داعي. ما بعترضش على اي قرار بياخده، خلاص هريح الناس بقى. لا اصل هقول لا، هيقول لك يا عم ده بيكذب. هقول مش عارف، انا بقول لا نعم وخلاص، والدنيا بقى تتقال. انتوا ما تعرفوش احنا بندور الحوارات ازاي، كل الناس فاهمين ايه؟ يقولوا علينا بصمجيه والطراطير واللي ما اعرفش ايه والكلام اللي بيقولوا ده كله. حاشا لله. يا ريس. لا مش انت، الناس. بعض الناس يعني. لكن انا عايز اقول حاجه، هو لازم يبقى فيه خلافات، ولازم حتى لو حصل خلاف، لو حصل خلاف لازم يتصدر للاعلام كله ولا نكتمه؟
اللي بعده، اتمنى انسحاب قائمه احمد سليمان. لا، انا عايز الانتخابات تبقى ما بين القائمتين. اللي بعده، هاني العتال كان المرشح الاقرب للفوز من قائمه احمد سليمان. لا، انت معاك احمد جلال واحمد مرتضى. هي طبعا منافسه، لازم اكون حقاني، منافسه جامده. بس قائمه مرتضى منصور باللي هتديه كانت بترشح احمد جلال واحمد مرتضى. اللي بعده، الاختيارات، الرئيس الابرز للزمالك منذ بدايه الالفينات كمال درويش ولا ممدوح عباس ولا مرتضى منصور؟ كمال درويش بحترمه جدا، اشتغلت معاه 8 سنين، بس الرئيس الابرز اللي هو تولى النادي في ظروف زي الزفت وعمل نادي الزمالك مرتضى منصور. اللي بعده، العضو الاقوى في قائمه احمد سليمان مصطفى عبد الخالق عبد الله جورج. ما عملتش والله يا ابراهيم، ما عملت والله العظيم، ما عملت احصائيه على مين الاقوى. تاني هقول لحضرتك، البرنامج اسمه حريف، وانت حريف انتخابات، ما هو معروف انت حريف انتخابات قد أنا كده. انا حريف انتخابات، اكيد انت عندي دارس مين اللي قدامك. لا انا عندي، لا ليه؟ مين اللي هتديك؟ لان انا اللي يهمني ان هاني زاده واسماعيل في العضويه، هاني زاده واسماعيل يوسف والدكتوره شريفه ولو علاء مالت ينجحوا. طب هو مين اللي هياخد من الخامس بقى؟ اي حد يجي سواء من الجبهه دي او من. وبعدين عايز اقول لك حاجه، الخامس لو جاب من اي جبهه سواء من الجبهه دي او من المستقلين، هيتاقلم مع جبهه مرتضى منصور، هيتاقلم. لان مش معقول واحد، لا اصل اسمع، مش هيجي واحد مثلا لو انت نجحت بالكامل ان شاء الله، مش معقول واحد هيخش هيبقى هو. بالعكس انا رايي هيتاقلم، وبعدين انا وجهه نظري برضه، في حاجات وليست كل الحاجات بتتنسي بعد الانتخابات، لكن في حاجات ما بتتنسيش. ماشي، اللي بعده، المرشح الذي اتمنى ضمه لقائمه مرتضى منصور، حماده انور ولا شريف منير حسن ولا مرشح اخر؟ شوف، حماده ده حبيبي واخويا وعشر، وشريف منير انا بعتبره زي ابني طبعا. الحقيقه الاثنين عزاز عليا جدا. ماشي، اللي بعده، العضو الذي اتوقع ان يحصل على اعلى الاصوات في قائمه مرتضى منصور، اسماعيل يوسف ولا علاء مالد ولا هاني زاده؟ ما حسبتهاش، المهم ان احنا ربنا يعدينا وننجح. على راي مستشار مرتضى عارف، كان قال لي كلمه حلوه قوي من 20 سنه لي صاحبي، قال لي يا عم هاني واحنا في مكتب تنسيق اول تاني تالت المشكله؟ طب هقول لك حاجه، ديك مثلا ما الاول والتاني والتالت في قائمه مستشار مرتضى اللي نجح استاهلوا. اللي بعده، كنت انا الرابع فانا اللي فضلت. العضو الاقرب ليك في المجلس مين؟ رحاب ابو رجيله ولا احمد جلال ابراهيم ولا احمد مرتضى؟ احمد جلال واحمد مرتضى. ده انتوا زعلانين من بعض بقى؟ لا، انت بتقول لي الاقرب. الاقرب ليه احمد كان جلال؟ كان عندي برضه فاختار احمد جلال واحمد مرتضى. هقول لك ممكن اتكلم؟ احمد جلال مستشار احمد جلال. كان معايا في انتخابات 1997 تحت السن. طلعت انا الاول فوق السن وهو طلع الاول تحت السن. واللي كان عمل لي العدويه في نادي الزمالك كان المستشار جلال ابراهيم لو كان رئيس. وعلاقتي بعيله جلال بابراهيم علاقه عائليه. كويس. فاحمد برغم ان احمد مش صغير، احمد حاجه و40 سنه، كنت بعتبره زي ابني الصغير برضه، برغم الفرق كلام فارغ يعني. احمد مرتضى اعرفه لان انا اعرف المستشار مرتضى من 25 سنه، وقول احمد لو عنده 35 كان عنده 10 سنين. كبر معايا. ودخل معايا ثانيه واحده. دخل معايا مجلس مؤقت. ايوه انا ودخل مجلس ده معاي. وبعدين في بقى حاجه انا واحمد مرتضى يعني نتميز بيها عن كل الناس. اكتر ناس حصلوا على كاس مصر 4 مرات متتاليه في مجلس اداره هاني زاده واحمد مرتضى منصور. اخذناها مره مع كمال درويش و3 مع المستشار مرتضى، 4 كاس ما حدش جاب 4 متتاليين الا انا واحمد مرتضى. صحيح. اللي بعده، ده اخر سؤال، هل نجاح قائمة مرتضى منصور أول مهمة هي إنشاء فرع أكتوبر، إنشاء استاد الزمالك، إطلاق قناة النادي؟ الاثنين الأولانيين، إنشاء فرع أكتوبر وإنشاء استاد الزمالك، علشان تجمع ما بين الناحية الاجتماعية في إنشاء فرع أكتوبر، واستاد الزمالك عشان تجمع ما بين الفانز بتوعك، عشان ما حدش يقول لك إنك أنت بتعمل شماسي وما حدش يقول لك لا ده أنت مهتم بس بالكورة، كومبينيشن ما بين الاثنين. يا باشمهندس هاني شرفتني ونورتني، ومبسوط جدا جدا بلقائي معاك، واتمنى لك كل توفيق ان شاء الله باذن الله. يا ابراهيم انا بحبك جدا وبعزك زي ما انت عارف، ومتشكر الحلقه تديتوني قد ايه؟ ساعه. الحلقه عدت عليا زي 5 دقائق. ربنا يخليك. بشكرك، بشكر كل الكاست المحترم، وبشكر اداره القناه، ومن اول عمرو مخلوف حبيبي، وانا على فكره وقفت مع عمرو مخلوف جامد قوي في اتحاد الطايره لو سامعني. امال ايه؟ الانتخابات اللي انا قاعد
فيها طول اليوم. صحيح. وطبعا احمد درويش احمد درويش وهوالي احمد درويش رئيس تحرير البرنامج احمد درويش رئيس تحرير برنامج الحريف والمقصوره طبعا. صحيح. واحمد الهواري وجماعه المخرجين والمصورين كلهم، والف شكر، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا المهندس هاني زاد، عضو مجلس اداره نادي الزمالك، سبب مرشح على عضويه مجلس اداره نادي الزمالك. ده كان الجزء الثاني. بعد الفاصل عندنا حوار مهم جدا مع الاستاذ طارق قنديل، مرشح على عضويه مجلس اداره النادي الاهلي، عن قائمه الكابتن محمود الخطيب. حوار مهم جدا، خليكم معانا بعد الفاصل اللي جاي.